إخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير من سوق السبتة قبل ما سواك الله، اللهم يسر. شوفوا أتمنى ديال الماعز الإخوان بداو تبارك الله بعد المعزات الوالدين، الحمد لله. شحال الريس هنايا؟ 13000 650 تبارك الله. أش دايرة في السن؟ خويا راه كبيرة جامع. جامع كاملة والدة؟ سبعة كرة سبعة نتاوي، الله يسهل لهم، خذوهم غير الجوع الله يرحمنا. نشوفوا هادي ونرجعن. شحال باش خرجت هادي خويا؟ 21500 تبارك الله، 21500 كاملة والدة تبارك الله، 21500 درهم، 1075 درهم تبارك الله. الحمد لله جينا مع هذه تبارك الله خارجه البيع الاخوان تيكون الصباح، البيع تيكون الصباح بكري نيت الله يخلف الله يجعل البركه اللي دا شي حاجه حتى حنا بحر دخلنا ايوا الحمد لله بحر دخلنا ان شاء الله مازال خير ايوا الله يدير الخير حنا قطعناه ب 15 15 750 شحال مذكر شحال انتوا فيهم جوج دكوره جوج دكوره وخمسه دكرات خمسه دكرات يجي بالله حطهم غير الجوع المعز ديال الوطاله ديال منت ديال منت والله يرحمنا الله يرحمنا من عنده 650 درهم الله يجيب التيسير الله يسخر شحال عطاو فهاد العطروسه خالينا 12 شارف 650 درهم كبير يجيب الله التيسير هذوك المعزات راهم راهم 8000 الوصيه 400 الوصيه فيهم شي ولاده ولا والو ما نعرف يجيب الله التيسير الله يسهل الامور شوفوا الاخوان اثمنة ديال معزال الوالدة تبارك الله دابا خرجت شحال باش خرجت هذه الرايس مشات هي جاي كاع اللهم سي موجودة تبارك الله تاع المعزة هذه رواسية تبارك الله شحال سامعين هنا خالي السلام عليكم خويا الله ما نفهموا لهم ثلاثة ما فيهم ثلاثة ما فيهاش الولادة تبارك الله اللهم السلام المعيز الحمر تبارك الله معروفة قلموس بالمعيز الحمر تبارك الله الناس ضروري الإنسان شي يبغي يشري ضروري يقلب السن ويدور الفوسطة المعيز تبارك الله اللهم صل شحال عطينا خلينا هنا 14000 واش دايره في السن كانت 23 راس عزات ها تفرج اخويا لا بغيت نبيع جمله 700 23 و شي اربعه فيهم كبار اربعه اللي كبار 14 10 والدين 10 اللي والدين تبارك 13 مازال ما ولدش قريبة ولا مازال بعيدة؟ لا لا قريبة قريبة 15 يوم شهر كاع شحال قلتي لها البيع؟ هو كنطلب 16 800 درهم يجيب الله التيسير تبارك الله المعيز اليوم ناقص شوية ناقص شوية دخل تبارك الله موجود دخل كثير شاري ما كاينش شاري ما كاينش يجيب الله التيسير الله يسهل جدي وجدية ذكر كل شيء الله الله يسهل الامور تعطي نميرة التليفون بعتي الله يسهل الامور ما بعتي شيء ياك ماشي ماشي الله يسهل الامور الله يحفظك تبارك الله عليكم الله يسخى تبارك الله هذاك الساب قلنا له عطيني نميرة التليفون الله يدير الخير صافي الله تبارك الله حمراء زينة تبارك الله اللهم وما بقاوش تيرقوا سيدي محمد وما بقاوش تيرقوا هذا هضر تبارك الله تضرت هذه شحال؟ كل واحدة وثمانها الله يجيب التيسير
الله يسهل لهم والله يسخر. تبارك الله المعيز موجود. الناس واش ما لقاتش الثمن واش سوق قدام المعيز ديالها ما نعرف. الله يدير الخير. ما بعيدش عليها شحال عطيني هنا خليلو؟ ديالك هادي؟ هاكا سكان عيش ناس سينيوريك؟ ناس كبير. خير موجود الحمد لله. تبارك الله ما شاء الله. كون الغرض من الفيديو الاخوان وصلوا شويه المعلومه وصافي. معيز تبارك الله موجود خير موجود تبارك الله. اللهم يسلمك. شحال عطيني في هذه المعزات اخرين؟ 33 هذه 1200 جمعنا ما عطاش كاملين والدين تبارك الله. شو تبارك الله الرئيس تبارك الله عليك الله يسخر. شحال عطيني في هذه البركه؟ 21 جمله كاملين والدين 22 ماشي 21 22 1100 درهم تبارك الله. واش دايرين في السن؟ سداسيات كاين الجموع سداسيات الجموع تبارك الله 22 1100 درهم 22 الله يجيب التيسير 1100 درهم تبارك الله تبارك الله. هذوك ديال الاربعه هذوك الثلاثه اللي مليح خلطي المعزات هنا تبارك الله خير موجود. عطيني فهاد المعزات اخرين؟ اعطيه اخويا اعطيه احنا غير تنصورو شويه نوصلو شويه المعلومه. عطاك السوق شي حاجه ولا ما عطاكش؟ عطيني 12 12 راه 600 درهم شارفات ولا؟ لا مازالين صغار مازال صغار يلاه الجمعه الاول الجمعه الاول تبارك الله 600 درهم الله يجيب التيسير بارك الله فيك الله يسخر الله يطول عمرك الله يسخر قريبة تولد تبارك الله شحال عطيني في هذي خليل؟ ولا الجمعة علاش انا في الدور الراي؟ والله تبارك الله خليه يلبس تبارك الله ما شاء الله هذا تبارك الله ديال الحليب هذو زينين تبارك الله تيجبد لهم وليداتهم الله يسخر شحال عطاو الرئيس في هاد المعزات؟ عطاهم 13700 باش تباعو 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 13700 تبارك الله 685 درهم تبارك الله قرابين يولدوا ولا لا راعي الغنم راعي الغنم نعم نعم كاينه اللي دار راه كاينه اللي بعيدا خلطه خلطه تبارك الله هادو جديات هادو جديات تبارك الله شحال عطاوك هاد الجديات 7200 7200 360 درهم تبارك الله كيداير السوق؟ السوق اخويا تبارك الله فيه الثمن الحمد لله فيه الثمن الله يجعل شي بركه الله يسهل الامور الله يسخر تبارك الله عليك الله يحفظك من السوق السبت هاك الموسمي تاريخ 7/1/2023 تبارك الله اللهم يسر تحياتي لكم.